في الدقيقة العاشرة غادر الألماني لوروساني مصابا، وحصل السيتي على كرة ثابتة نفذت قبل أن تصل إلى رحيم سيرلينغ الذي هز شباك فريقه السابق واضعا حاملا اللقب في المقدمة عند حدود الدقيقة 12. صلاح حاول إدراك التعادل بعد تسديدة من زاوية مغلقة ناب القائم الأيسر عن الحارس التشيلي في صدها. في المقابل عاد رحيم سعيا إلى مضاعفة النتيجة، لكن الحارس أليسون بيكر كان يقظا هذه المرة لينتهي الشوط الأول لصالح مانشستر سيتي نتيجة وأداء. برافو. في الدقيقة العاشرة غادر الألماني لوروساني مصابا، وحصل السيتي على كرة ثابتة نفذت قبل أن تصل إلى رحيم سيرلينغ الذي هز شباك فريقه السابق واضعا حاملا اللقب في المقدمة عند حدود الدقيقة 12. صلاح حاول إدراك التعادل بعد تسديدة من زاوية مغلقة ناب القائم الأيسر عن الحارس التشيلي في صدها. في المقابل عاد رحيم سعيا إلى مضاعفة النتيجة، لكن الحارس أليسون بيكر كان يقظا هذه المرة لينتهي الشوط الأول لصالح مانشستر سيتي نتيجة وأداءً.